ومشاهدينا، في حقيقة حادث غريب جدا، قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت كارثة ومأساة إنسانية بعدما قامت أم بحبس نجلها لمدة 10 سنين متصلة وبدون ملابس وداخل غرفة بتشبه المقبرة، ده غير طبعا الرائحة الكريهة، وكان أيضا مأوى للحيوانات الضالة والفئران والثعابين اللي بتهاجم منازل الجيران. دكتورة هند نجيب، المدير التنفيذي لمشروع أطفال بلا مأوى واللي اكتشفت الواقعة، قالت إنها تلقت اتصال من أحد أهالي القرية بأن هناك أم تحتجز ابنها منذ 10 سنوات، فتواصلت مع خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وبدورهم تواصلوا مع مديرية أمن الغربية لإخطارهم بالحالة. طبعا عايزين نعرف تفاصيل طبعا عن هذه الحادثة. معنا هاتفين الدكتورة هند نجيب، مديرة جمعية أطفال بلا مأوى بالغربية ومكتشفة الواقعة. صباح الخير يا دكتور هند. أهلا بحضرتك. يعني طبعا هو حادث أو واقعة عجيبة جدا وغريبة على مجتمعنا بشكل عام، يعني عايزين نعرف تفاصيل هذا الواقع أو هذه الحادثة. والله يا فندم، هي فعلا حادثة غريبة جدا على مجتمعنا يعني، وفيها حاجات كتير مش منطقية. أنا نفسي لحد دلوقتي في حاجات مش لاقية لها تفسير أو مبرر، يعني غير إن وارد إن تكون الأم مريضة نفسيا. ده أكيد مريضة. بنسبة كبيرة يعني، لأن ما فيش أم طبيعية تقدر تعمل كده في ابنها يعني. وخصوصا إن يعني أقاويل الأهالي والسكان اللي حواليها وأهل الولد بيقولوا إن الطفل من 10 سنين قبل ما تعمل معاه كده كان طفل طبيعي جدا، وكان بيشتغل مع حد في المحارة، وكان يعني ما فيش عليه أي أعراض تقول إنه ممكن يكون مصاب بحاجة نفسية أو بحالة نفسية أو بمرض نفسي ولا عضوي ولا بدني. برغم كده الولد دلوقتي في حالة سيئة جدا سواء بدنية أو نفسية. فبصراحة أنا مش لاقية مبرر لدوت، غير إن بقى يعني قد تكون بتعمل أعمال أو أسحار معرفش، لأن هي مسيطرة على الولد بشكل كامل يعني، لدرجة إن هي قدرت إن هي بمجرد إن هي مش عايزانا ندخل استفزته ضدنا أو استثارته ضدنا، برغم إن هو بقى المفروض إن هو ما بيتحركش. هي كانت حبساه وعايشة معاه يا دكتور؟ هي حبساه وعايشة معاه، هو قاعد في أوضة، قاعدة في أوضة ضلمة وما فيهاش لمبة حتى. يعني احنا عشان ندخل ايدنا كشافات الموبايل والشمع وكده عشان نقدر نشوف المكان اللي احنا داخلينه. طب هو فين الشاب ده دلوقتي يا دكتور؟ الشاب ده امبارح استصدرنا له قرار من النيابه ان احنا نودعه للصحه النفسيه للكشف عليه، عايزين نعرف حالته النفسيه ايه، وان شاء الله هننتدب له اطباء من كل التخصصات عشان نعرف حالته البدنيه كمان ايه. هو بالتأكيد أكيد حتى لو حالته النفسية مستقرة أكيد عنده حالة من الإعياء البدني، يعني محبوس بقاله 10 سنين حتى جسمه ووشه ما بيشوفش الشمس، غير ما بالك الأمراض اللي عدت عليه، لأن البيئة اللي هو فيها بيقولك فئران وتعابين وحاجات عجيبة ورائحة كريهة. كمان مستحيل يكون ما عندهوش حالة نفسية أو أي مرض نفسي، لأن أي حد هيقعد في ضلمة 10 سنين ما بيتحركش مكانه، مش لابس هدوم، ومجرد محطوط عليه بطانية في مكان حواليه تراب وطين وحشرات وحيوانات وتعابين بيترمي له الأكل على الأرض، لازم يجيله حالة نفسية يعني. طب هنا يا دكتور هند، هو الولد عنده كام سنة؟ والله هو يعني الشرطة في البداية كده من الشكل العام قالوا 16-17، الأم بتقول إنه أكبر من كده، بس يعني هو المفروض عنده القدرة على المقاومة، عنده القدرة على إنه يتعامل مع الموقف وحتى يقاوم الأم. هل في تفاصيل عن حتى فكرة إيداعه في هذا المكان؟ والله هو أنا يعني أنا التفسير بالنسبة لي إن هي قد تكون مسيطرة عليه بقى بأعمال أو سحر، لأن الناس بيقولوا إنه طول الليل بيطلع دخان من المكان، وان حصل حريقه قبل كده من الدخان والحاجات اللي جوه، وبالفعل في مكان جوه ندخلته كده لقيت السقف بتاعه فيه خوص وعليه اثر حريقه. طيب هي الام فين حاليا يا فندم؟ الام في النيابه فندم محجوزه، لان احنا متهمينها طبعا باستغلال الطفل لجلب اموال واستعطاف الناس والاهمال الجسيم في حالته الصحيه والبدنيه، واهماله كطفل ومخالفه قانون حمايه الطفل فيه، ومتهمينها اتهامات كتير طبعا. طب هنا يا دكتور هند، ليه الاتهامات كلها موجهه للام وفقط؟ بالرغم ان قد يكون في اسره وتعلم تماما مصير ابنهم اللي هو محبوس بقى له 10 سنين وحتى الجيران اللي هم بيعرفوا بتفاصيل الواقعه، ليه الدايره ما بتوسعش وتشمل الام وغير الام؟ هو فندم ما فيش اسره، لان الولد متوفي واخواته الاثنين، واحده متزوجه والثانيه سابتها من سنين وراحت عاشت عند خالتها، واقاويل الناس بتقول ان بس ارجو يا فندم ان حضراتكم تدوروا برضه وتمشوا ورا هذا الخط، لان هم بيعلموا تماما اخوهم فين او ابنهم فين، ولازم هم كمان يسألوا بخلاف الأم اللي هي أكيد جرمها أكبر من الجميع.
طبعا يا فندم، هو الموضوع بالنسبة لنا مش مجرد ان الام خدناها وهتتهم وخلاص، يعني الام نفسها انا هطلب من وكيل النيابة عرضها على الصحة النفسية، واذا ثبت لي ان هي مريضة نفسيا بالفعل يبقى هي فوق ان هي تتحاسب اساسا عن اهمال او غيره. نعم ويا دكتور، هو عون الاهم الولد، يعني حتى الام سواء مريضة نفسيا او يجب ان تعاقب، يعني ربنا يسلاها حالها، المهم ان الولد يتم الاهتمام به. بشكرك جدا دكتورة هند نجيب، مديرة جمعية اطفال بلا مأوى بالغربية ومكتشفة الواقعة.